بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة ودعوة صادقة بقبول الصوم والصون لهذا الشهر الفضيل. ونرحب بكم في برنامج جسور، وقد شكونا في عدة حلقات سابقة في هذا البرنامج من جمود حياتنا العقلية وتعقم ساحتنا الأدبية، بعد أن أعطت طبعا كثيرا وأنبتتا من كل زوج بهيج. الليلة ندخل دائرة ضوء مشرقة خلال مؤسسة تبلي حسنا لرفع جانب من هذا التحدي الكبير، بيت الشعر. بيت الشعر ظاهرة تبعث إذن إلى تبعث الأمل في النفوس وتدعو إلى مراجعة هذا الحكم الذي يبدو عند الكثيرين قاسيا، وهو أقم الساحة الأدبية. دكتور عبد الله السيد، وهو أستاذ النقد الأدبي رئيس بيت الشعر أو مدير بيت الشعر، استضفناه الليلة تشرق هذه الظاهرة في ظلمة هذا البرنامج الذي شكا دائما من جمود الساحة وسيطرة التقليد والمحاكاة والتطرير والتحشية إلى غير ذلك، وغياب روح الإبداع والمغامرة العلمية والأدبية. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا. طيب، بيت الشعر يملأ الآن يعني جانبا كبيرا من الساحة العلمية والأدبية، نريد أن تقدمه في عجالة للمشاهد الكريم. بداية أشكر برنامج جسور وأشكر قناة الساحل على إتاحة هذه الفرصة، كما أهنئ الشعب الموريتاني والأمة العربية والإسلامية بهذا الشهر الفضيل. ما يتعلق بتقديم بيت الشعر، بيت الشعر جاء ضمن المبادرة الكريمة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والرامية، إلى تأسيس بيوت للشعر العربي في المدن العربية، انطلاقا من تقدير صاحب السمو لهذا الفن، وبأن هذا الفن كان نهوضه مزامنا دائما لنهوض الأمة العربية، وكان ضعفه أيضا مزامنا لضعفها، وأيضا يرتبط بإحياء هذا الفن والنهوض به إحياء اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم ولغة هذه الأمة، والتي يرجع إليها الفضل في أيضا قدح العقل العربي وتحريك هذا العقل العربي، لأن للغة علاقة كبيرة بالتفكير كما هو معروف، وعلاقة كبيرة بالإبداع. تأسس بيت الشعر ضمن هذه المبادرة كثاني بيت من بيوت الشعر العربي بعد بيت الشعر الأول في المفرق بالمملكة الأردنية الهاشمية. كان ثاني بيت للشعر، الآن أصبحت البيوت تقريبا ثمانية، هو بيت الشعر نواكشوط، وتأسس سنة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، ويهدف إلى النهوض بالشعر العربي في موريتانيا، وإلى النهوض باللغة العربية من خلال مجموعة من الأمور. أولاً، وجود مكان فضاء يأتي إليه الشعراء ويتناشدون فيه الأشعار ويحضر فيه النقاد إلى جانبهم، وهذا الفضاء وجد وجهز وأصبح موجود. وثانياً، تشجيع الشعراء مادياً ومعنوياً. وثالثاً، النهوض أيضاً باللغة العربية من خلال عقد النوادي ومن خلال الندوات ومن خلال النشر ومن خلال الدورات التكوينية. بيت الشعر الآن ضمن هذا الفضاء يقيم كل أسبوع تقريباً نشاط ثقافي، ويقيم مهرجاناً سنوياً،
ويقيم دورة أو دورتين تكوينيتين للشعراء وللغويين من الشباب أو للذين يريدون أن يكونوا شعراء أو للذين لديهم طموح لأن يطوروا مستوياتهم في اللغة العربية. أيضا لديه استعداد لأن يفتح دورات لتكوين الناس التي طبعا تريد أن تتكون في اللغة العربية سواء من الأوروبيين أو من الوطنيين ممن ليست اللغة العربية لغتهم الأم. وهذه طبعا الأمور. بالنسبة لتشجيع الشعراء وتشجيع المبدعين يتم عن طريق طبع أعمالهم. طبعا سنأتي إلى محور الإصدارات وإلى الآثار التي والآن نبقى في المحور الأول وهو نريد أن نعرف المحتويات. هذا القالب والشكل هو مهمة بيت الشعر في نواكشوط، بيت الشعر نواكشوط حتى يكون واضحا، باعتبار أنه فرع من أصل. هذه الأعمال وهذه الطموحات، يعني ما هي المحتويات التي تريدون أن ترفعها في هذه الأعمال؟ يعني هل بيت الشعري هو منتدى لتناشد الشعري و يعني إحياء العاطفة والمغامرات الفنية إلى ذلك، أم أنه يستشرف عملا جديدا وروحا جديدا، يمكن أن نقول يعني إحيائيا أو مجموعة من الإبداعات يريد أن يصل إليها كأهداف يمكن قياسها في مدى معين؟ هو كل هذا. هو بيت الشعر هو كما قلت هو بمثابة الفضاء الذي يأتي الشعراء بعض الأوقات يتناشدون فيه أشعاراً ويتطلع بعضهم على تجارب الآخر ويستمعون بعضهم لبعض، وهذا طبعاً يفيد في أن الشاعر المبتدئ يستمع إلى تجربة الشاعر الآخر، يعني مشايرة يستفيد منها، عملية مشايرة. ثانياً بيت الشعر يقيم نشاطات توجيهية ونقدية للشعراء ويتناول الساحة الثقافية ويسعى إلى النهوض بها ويسعى إلى من خلال طرح الأمل، من خلال توجيه الشعراء، من خلال التمكين لما ينقص الشاعر الموريتاني في نظر الآخر. نعم، لأن الشاعر الموريتاني الآن في نظر كثير من النقاد العرب هو ما زال شاعرا كلاسيكيا. نعم. وما زال ايضا إلقاؤه متواضع رغم انه يجيد اللغه العربيه ويجيد الموسيقى، ما زال إلقاؤه متواضع، يلقي بطريقه سريعه، يعني يقرا ولا يلقي، يقرا ولا يلقي، ان يؤدي الاداء المسرحي الفني الذي يجعل المتقبل يهتم. يعني القاء الذي هو جزء كبير من القصيدة. من القصيدة. صح. جزء كبير من الأداء. نعم. نحن أقمنا دورات للإلقاء والشعر مثلاً، وكيف نلقي شعراً على المستوى، وكنا طبعاً ندعو أساتذة الجامعة وندعو الشعراء أصحاب الإلقاء الجيد. ونستمع أيضا في الآن نفسه إلى إلقاء كبار الشعراء العرب. نعم. الذين ألقوا، وهذا طبعا يعني تعميم القدرات كما يقال، تعميم القدرات. نعم. في هذا المجال. نعم. أيضا نحن في بيت الشعر لا نهتم في الشعر فقط، نحن نهتم بالمسرح، نحن نهتم بالثقافة، بالفكر، نحن نهتم بالنقد، نحن نهتم باللغة، أي أننا ننفتح إلى ننطلق من الشعر لنصل إلى الثقافة عموما وإلى مظاهر الثقافة عموما. جميل. وهذا طبعا هو في الحقيقة وأنتم الآن في حولكم الرابع، سنة رابعة 2015 وهذه 2019، إذن هناك 4 سنوات تقريبا من عمل هذه المؤسسة الرائدة. وأنا لست متطلعا كثيرا، ولكن أكاد أرى أنه منذ قصيدة السفين التي حركت الساحة الأدبية للشاعر الكبير أحمد عبد القادر في ثمانينيات القرن الماضي،
لم نسمع أن هناك يعني ثورة أو حركة حية تثير البركة الآسنة وتجعل الناس ينتبهون إلى عمل جديد وإلى ما. كيف ترى هذا الحكم؟ هل هو أيضا قاسم؟ أنا أعتقد أنه حكم قاسم. أنا حسب تجربتي أنا كنت مسؤول العضوية في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين لمدة 3 دورات. نعم. أي تقريبا أكثر من 13 سنة. طيب يمر عليك؟ نعم. المواكب كانت تمر علي النصوص الشعرية ونصوص الشباب ونصوص الذين يريدون العضوية. أعتقد أن الشعر الموريتاني ليس حاله ليس بأسوأ من أحوال الشعر العربي بالساحات الأخرى. نعم بالساحات الأخرى، ولكن الشعر الموريتاني غير مقروء، لأننا نحن نصف أنفسنا ويصفون الآخر بأننا بلد المليون الشعر. والفترة التي وصفنا فيها بأننا بلد المليون الشعر هي القرن 19 والقرن 20 والقرن 18، هذه فيها تقريبا يمكن أن أقول نهضة قرابة 100 ديوان أو أكثر من 100 ديوان. لا أظهر منها حتى الآن إلا ديوان وديوان. عصر ذهبي. يعني عصر ذهبي، ولكن حتى الآن لم يطبع، لم يقدم إلى القارئ، لم يره القارئ، لم يتم لمسه. هناك ديوان واحد أو ديوانان طبعا. هذا هو المشكلة. كذلك القصيدة الموريتانية لم تطبع. قصيدة السفين صدرت في جريدة الشعب. صحيح. هي التي تصدر، تناولها النقاد آنذاك. أحدثت معركة. أحدثت. ولكن لو نورنا إلى الشعر أحمد بن عبد القادر، ماذا أحدث بعد السفين؟ هناك دواوين ولله الحمد، وهي دواوين جيدة ولا تقل، إلا ما أقول بأنها فيها ما هو أفضل بكثير من السفين ظهرت للشاعر أحمد بن عبد القادر. ولكن أعتقد أن النصوص كانت قديمة جميعا في الدواوين. لا لم تكن قديمة، عملية جمع وليس عملية إبداع. لا ليست فيها الإبداع. الشاعر أحمد إبداع الإبداع. وأيضا نحن حسب تجربتنا في بيت الشعر الآن هناك شباب هو النوادي الأدبية التي تتخذ من بيت الشعر فضاء لإلقاء تجاربها، هي لا تتبع لبيت الشعر مستقلة، وهذه النوادي فيها شعراء أعمارهم ما بين 18 وأحيانا أقل من 18 سنة و25 سنة، لهم تجارب أنا أعتقد بأنها واعدة وجيدة. وأشير هنا إلى تحضر الذاكرة هنا في نادي مامون الأدبي ونادي دهشة، وهما ناديان من النوادي الشعرية. هناك نوادي أخرى لا يحضر لا تحضر أسماءهم. نعم يمكن أن نصل إلى هذه المجاميع. نعم. ولكن بالعودة مازلنا في محور نقد، نعرف من عندك كلمة نقد شوي، نقد الساحة ونقد العطاء الأدبي في الساحة. هناك شكوى موريتانية قديمة جديدة، وهي أن الموريتانيون ليسوا مقروئين سواء كانوا علماء أو أدباء. هناك من قال لي مرة أنه يحضر أطروحة حول التفسير، تفسير المفسرون في موريتانيا دكتور محمد سيدي محمد. قال الأستاذ هذا موضوع ضحل لأن ليس هناك مفسرون ولا تفسير في موريتانيا، وهو عد 40 مفسرا في أطروحته. هناك أيضا كثير من الأقاويل والمقولات التي يعني تنقص من حضور الموريتاني في الساحة العربية. إلى ما يعود هذا؟ وأنت يعني في هذه المثابة التي هي عملية تواصل جميلة جدا بينكم وبين المشرق، إلى ما ترد هذه يعني القعود عن الترويج، ترويج المادة الموريتانية؟ هي يعود إلى النشر. فنحن حين قبل 1960 لم نكن دولة، لم يكن ننشر أعمالنا. ومنذ 1960 بدأت الدولة، وكان النشر متواضعا، وكانت المخصصات المخصصة للثقافة بسيطة. وأعتقد أنه منذ العهد الجديد أن الثقافة، وزارة الثقافة الآن أصبحت لديها هيئة للنشر وأصبحت تهتم بالنشر، وأصبح هناك حراك ثقافي، وهذا الحراك الثقافي ينبغي ذكره وتشجيعه. وأصبح للثقافة أيضا ميزانية، ثقافة لم تكن لها ميزانية. أنا أتذكر أنه سنة 94 طلب مني، أنا في الجامعة
طلب مني بالإضافة إلى أستاذ آخر جامعي وزير للثقافة أن نطرح له تصور يريد أن يدعم ميزانية وزارة الثقافة، كانت أنذاك في حدود 3 ملايين وهي ميزانية للتسهيل لا يمكن أن يشترى منها شيء. وطبعا أعددنا لجنة، كانت هناك لجنة عدت تصورا، وحين طبعا كانت طبعا في بداية 2009 كانت هناك لجنة تفكر في وضع نواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية. نعم. نعم. وكانت هناك الوزير، كانت ميزانية وزارة الثقافة لا تستطيع أن تعمل أي شيء. والآن تطورت. الآن تطورت كثيراً، أصبحت ميزانية وزارة الثقافة كبيرة، أصبحت تعمل مهرجانات. كم تقريباً؟ مليار. أصبحت ميزانية كبيرة، أصبحت لها نسبة من الميزانية العامة. من الميزانية العامة أصبح لها أيضاً دخل معين. وهذا طبعا اعتقد انه ينبغي ذكره. نعم، ولكن على ذكر الوزاره وعلى ذكر الميزانيات، النشر حتى الان النشر عمليه بطيئه. نحن الان ساتكلم عن النشر، سابين لك لماذا. طبعا خلينا شوي ناخروه اذا ما لا يسرقنا الوقت. لماذا لا يطلع الاخرون علينا باستثناء كتاب الوسيط في تراجمه ودبائر الشنقيط؟ نعم. وباستثناء كتب نادره طبعت فنحن لا يعرفون الناس. نعم، هاي المشكلة. الدور ينبغي أن يكون علينا، فلا توجد وزارة في دولة معينة ستقوم بطباعة أعمال وتراث دولة أخرى حتى تروجها وحتى تصدرها وحتى هذا تراثنا ينبغي أن نقوم بطباعته وأن نقوم بنشره ونروجه ونروجه نسوقه للآخرين ونترجمه أيضا ونترجمه. لكن هو في الحقيقة ذكرتني ميزانيات والوزارة والعلاقة مع الوزارة وانفتاح الوزارة على الشارع الثقافي. طبعا في السنوات القليلة الماضية هناك ظهرت ظاهرة المسابقات، وهذه يعني أفرزت مجموعة من الأسماء البارزة وتفتقت الساحة بمجموعة أيضا من الإبداعات. ظهرت أسماء، ما نقدر أتورط في الأسماء حتى لا أذكر البعض وأترك الآخر، لأن ما أيدي ما هي طويلة حتى ذاك. ولكن بعد هناك في زمن المسابقات إن صح هذا التعبير، كان كدنا نقول إن هناك نهضة وهناك روح جديدة وهناك يعني موعد جديد لشيء جديد، ولكن بالوعة ما ابتلعت هذا الطموح وهذه الظاهرة. لماذا؟ أي بالي أتبالوعة هذه؟ هناك يعني أمراء شعر ظهروا يعني حصلوا على الجوائز إلى ذلك، مع هذا لم يحصل شيء. أولا أنا أعتقد بأن ظاهرة مسابقة أمير الشعراء كانت من الظواهر الدبلوماسية غير المعلنة التي أعطت لموريتانيا دبلوماسية كبيرة وأعطتها سمعة كبيرة. نعم، لأن القارئ والمشاهد العربي لم يكن يعرف الموريتانيين ولم يكن يعرف أن لديهم مكانة كبيرة في اللغة وفي الأدب. لا. وحين فتحت شارك فيها شعراء، وكنا نأخذ الإمارة الأولى في هذه محمد الطالب. محمد الطالب. لا. جاءت طبعا الثانية تقريبا أخذناها. تقريبا. أخذناها حقيقة. يعني. أخذناها حقيقة. لا. ثم بعد ذلك. سيدي محمد والبمبا. ثم بعد ذلك الأخرى كان الشاعر. طبعا دي كانت هناك شعراء، كان هناك دي، كان هناك ابو شجة، كان نعم. هناك شعراء نعم. كبار شاركوا فيها المسابقه. قبل الاخيره شارك فيها شيخنا عمر. نعم. وكاد نعم. ايضا يصل. نعم، من حق التصفيات. وبالمناسبه اول ظهور لشيخنا عمر وشاب انا ذاك. نعم. اول ظهور له كان في بيت الشعر. شيء عجيب. كان اول ظهور له. نعم. للساحه الوطنيه قدمته للساحه. كان في بيت الشعر. نعم. ثم لأنه كان من نادي مامون الأدبي. ثم بعد ذلك المسابقة قبل الأخيرة شارك فيها شعراء وبلغوا فيها مرحلة لا بأس بها، وشارك فيها الشاعر السنغالي الذي وصل أيضا ظهر من خلال بيت الشعر في مصر. أيضا موريتاني. أيضا ظهر من خلال بيت الشعر في مصر. قدمتموه للمسابقة. لأنه أول ظهور له هو من خلال بيت الشعر في نواكشوط، لم يكن أحد يعرفه قبل ذلك. نحن اكتشفنا أنه موهبة وقدمناه بيت الشعر في نواكشوط، فكان ذلك بداية تقديمه وظهوره في الوطن. أحسنت. أعتقد نحن ينبغي أن نعرف أن معنا دول كثيرة. نعم. وإذاعات كثيرة. وهي طويلة التجربة يعني. ولا بد أن تأخذ مكانها في المسابقات. لا ينبغي أن نكون أنانيين. نقول طبعا المهم أننا أثبتنا أنفسنا وأثبتنا أن الإبداع الموريتاني قادر على منافسة
الإبداع العربي والحضور فيه. كأنك تقول أن الموريتانيين كانوا جديرين بأخذ الإمارة دائما، ولكن المسابقة تميل إلى المحاصصة وإلى التوازن الاجتماعي بين الجهات العربية. ليس هذا، وهذا اتهام قديم. ليس هذا فقط، أريد أن أقول بأن الموريتانيين أخذوا نصيبهم وفازوا وفي فترات لا يفوزون فيها، وهذا طبيعي جدا، لأن أيضا هناك عرب وهناك إبداعات عربية، ومن الطبيعي طبعا أن يفوزوا. نحن ينبغي أن لا أكون طبعا أنا أستاذ لا أستطيع أن أقول بأنني أفضل أساتذة النقد، وكذلك الموريتانيون ينبغي، هناك شعراء قادرون على المنافسة، ولكنهم لا ينبغي أن يقولوا لكن ليسوا وحدهم، ينبغي أن يقولوا دائما نحن معنا شعراء طيب. أخذنا بالأمس طيب. ينبغي سقطنا اليوم، هكذا طبعا المسابقات وهكذا المعارك. طيب أنتم قدمتم شيخنا عمر وقدمتم الشعر السنغالي، وهذا جزء من إسهامات البيت الشعر، وهذا يعيدنا إلى محور إسهامات هذه المؤسسة. ما هي الإضافات والإسهامات فعلا التي الملموسة وأمامنا الآن كومة من الإصدارات لعلها تكون جزءا من ذلك؟ أولا نحن حتى الآن أستطيع أن أقول بأننا بدأنا نزيل ذلك التصور الذي يرانا على أعين النقاد العرب بأن القصيدة الموريتانية قصيدة كلاسيكية تقليدية وحسب. نعم. بدأنا نزيل هذا اللبس من خلال مجموعة من الشعراء والشباب والذين أبدعوا، وأيضا في مراحل أبدعوا قصائد حديثة متميزة. وبدأنا أيضا نزيل هذا الرين من خلال مجموعة من الشعراء الذين أبدعوا القصيدة العمودية، ولكنهم أبدعوا القصيدة العمودية الحديثة، لأن الحداثة ليست شكلا، الحداثة رؤية رؤية أيضا نعم، تصور مستوى. فهذا طبعا جانب من الجوانب التي تتعلق بالإسهامات. الجانب الآخر يتعلق بالنشر، هي أننا بدأنا نشارك في النشر، وقضية النشر صعبة، لأن الشاعر الموريتاني والناقد الموريتاني هنا تطلب منه عملا ليقدم للنشر أيضا، ما زالت الفنيات حتى على المستوى الوطن في أن يكونها، نحن لا توجد هيئة تطبع الأعمال إلا ولديها جانب استشاري، هل هذا العمل يصلح للنشر أم لا يصلح للنشر. وهذا الجانب الاستشاري فيه جانب شكلي وفيه جانب موضوعي. فالدواوين التي تقدم لنا أحيانا يكون إخراجها سيء، وبالتالي إعادة عمل، وبالتالي لا تلقى قبول اللجنة. ومع ذلك هناك تقريبا أكثر من 10 أعمال صدرت في هذه الفترة، و 16 عمل صدرت. هذا ديوان المخرج، نعم، هذا ديوان للشاعر جاكيتي سك نعم، وهو من الدواوين الدواوين للصدار. نعم هذا ديوان الرجل المدائع إعجاز نخل. نعم هذا ديوان الرجل الذي أحبه المطر، وهو ديوان الشاعر محمد الإمام. نعم. أيضا صدر عن بجهود بيت الشعر. نعم. هذا ديوان مدى حرفين الشاعر مبارك مثل البراء. نعم. وصدر في هذا الجانب أيضا. هذا ديوان للشاعر الشيخ نوح سمى عراجين القلق، وهو أيضا صدر من الدواوين صدرت أخيرا. هذا الديوان للشاعر سنغالي. نعم. وسمى عبد الحاد القجول. لا ليس هو هذاك. نعم. وديوان لم انتهي الآن، وهو ديوان أيضا صدر لم انتهي الآن، وهو ديوان أيضا صدر عن المؤسسة، لأنه جاء هنا وألقاه المؤسسة. ونحن نرى أن دول الجوار التي كانت موريتانيا دائما عبر التاريخ تسهم في تكوينها، ينبغي أن نحافظ على يعني الإشعاع ما زال مستمرا. نعم. الإشعاع الشنقيطية. نعم. هذا ديوان بقية من أنخاب الغيب للشاعر محمد محبوبي، وهو أيضا من الدواوين التي صدرت. وهذا الديوان عنوانه إيقاع غجري للشاعر خالد عبد الودود، من هذه الدواوين. أيضا هناك هذا الديوان هو عبارة عن
بيوت الشعر العربي، هو عبارة عن مجموعة من القصائد، فيها قصائد كثير من القصائد الموريتانيين، قصائد الدول العربية الأخرى التي ظهرت فيها، لأن هناك تقريبا 6 بيوت من بيوت الشعر العربي هناك إسهاماتهم في الشعر. عملية جمع يعني. عملية جمع طبعا. هذا ديوان هو طبعا عملناه نحن هنا على مستوى بيت الشعر، فيه بعض القصائد التي صدرت هي منتقيات شعرية موريتانية التي ألقيت من منبر بيت الشعر. وهذه من الإصدارات، هذا طبعا عمل توثيقي، هو أصداء أدبية، وهو عبارة عن تصور لتصور ل أو توثيق للنشاطات أو لبعض النشاطات التي قيم بها في بيت الشعر. وهذه الكتب أيضا نهديها لبرنامج والسور، بارك الله فيك، ونسيها الكتاب دور الحضارة للشعر العربي، وهو أيضا يتناول بعض القصائد الموريتانية. هذا التوثيق أنا أعتقد أنه هو جزء من الإسهام السادس. جزء من الإسهام السادس هو تحفيز الشعراء ماديا. أيوة. نحن نقوم بأنشطة ونقدم مكافآت رمزية، ولكن نلاحظ بأن هذه المكافآت الرمزية بأنها مفيدة، لأن الشعراء ولأن الأدباء يحتاجون، والإنسان حين ينتج عملا ما يحتاج إلى أن يجد أثرا طيبا نعم. ومستهلكا له، نعم مستهلك. ومستهلكا له، نعم. وحين يأتي الشاعر ليلقي قصائد من شعره ويجد جمهور يتابعه على هذه القصيدة وعلى هذه القصائد، ويجد أيضا إسهام متواضع يعوض عنه تكلفة النقل ويعوض عنه تكلفة الأمور طبيعة. وجو، هذا طبعا نعتقد أنه جزء من الإسهام المادي، بالإضافة إلى العائد الذي يأتي للشعراء من طباعة أعمالهم، وهذه هذا نعمله. بيت الشعر من أهم طبعا أعتقد أنه إسهامات بيت الشعر، أنه حاول أن يرسي منهجا للعمل الثقافي بصورة يرضى عنها الجميع ويتقبلها الجميع، وهذا قد يكون أهم من جميع، هذا أعتقد أنه مهم جدا. نعم صحيح. فنحن نرتب الشعراء ولا نقبل أن نكرر شاعرا مهما كان مستواه الشعري قبل أن تمر لائحة الشعراء. جميل. صحيح. وحتى الآن وهذه سنتنا الخامسة ما زال هناك شعراء كثر لم نصل إليهم من لائحة المرين هذا. وهذا طبعاً أنا طبعاً يفاجئني كلما قلت بدأت اللائحة تنتهي وسنعود إلى الشعراء الأول الذي يبقى معنا، نلاحظ أنه ما زال هناك جانب أفواج أخرى نعم. من الشعراء لم نستمع إليها. صحيح. نعم. طيب المنهجية التي أرست بأن الشعراء يتقبلون هذا كانت صعبة في البداية، فكان طبعا، ولكن الآن بدأ الشعراء يتقبلونها، والحمد لله إلى هذه الفترة نجد، أعتقد أنه ما كنا لننجح لولا تعاون الشعراء والأدباء والكتاب معنا. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الأدباء والمبدعين، وأقول بأن النخب الثقافية ينبغي أن تبحث عن المشترك بينها أكثر مما تبحث في ما يخالفها أو ما تختلف فيه. وكذلك النخب السياسية لو فكرت في ذلك كان أفضل، ولكن نحن ينبغي أن نبحث عن المشترك، يعني نقل المنافسة من التنوع الجميل المثري. نعم. إلى التنوع المثري بدلا من المنافسة غير الشريفة. نعم. والإقصائية والطاردة. طيب في إطار الإسهامات، وأعتقد أنكم أيضا يعني لديكم وعي بضرورة العمل الافتراضي باعتباره عمل نشر واعتباره عمل يعني الانتشار أفقي لعملكم، ورأيتكم أنت رئيس مجلس مجموعة تريد دائما أن تنتقل من الانتقاء من الافتراضي إلى الواقع، وهي مجموعة سدنة الحرف التي تضم مجموعة من الشعراء الكبار والكتاب الكبار، ورأيت دائما تستضيفونها في مناشط داخل بيت الشعر. ماذا عن هذه يعني هذا التعاون وهذه الشراكة مع
مع مجموعة افتراضية، وكيف تقدم لنا هذه الظاهرة وما هو ما هي أبعادها وماذا تصل إليه؟ مجموعة سدنة الحرف هي مجموعة افتراضية عندها موقع وإلكتروني وعندها مجموعات على الواتساب، وتتكون من مجموعة من المبدعين الموريتانيين، بعضهم مقتربون وبعضهم في الوطن، وتحاول أن تخلق روابط. بدي ولا دبا عبد الله ولمون أحمد والثريفين بدي واللبنو بدي واللبنو صحيح بدي واللبنو رحالة. نعم تحاول طبعا هذه المجموعة أن تجد ما يسمى أو أن تهتم بالإبداع الأدبي والثقافي بعيدا عن السياسة، وهذا شيء يعني خاص، وأن يكون هذا الإبداع منتشر، وأن يساعد أن تتكثف جهودها من أجل إبراز هذا الإبداع ومن أجل نشره ومن أجل الوعي به ومن أجل أيضا ربط التواصل بين هذه المجموعة. ما أحدثه هذا من إبداع أستمع إليه أنا ويستمع إليه الآخرون، صحيح. وما أحدثه ذلك من إبداع نستمع إليه جميعا، ومن خلال مشاركات مادية متواضعة نقوم بهذا ونضمن تواصل هذه المجموعة. أنا فعلا عضو في هذه المجموعة ورئيس مجلس إدارة هذه المجموعة. هناك نادي آخر ومنتدى آخر يسمى المنتدى الموريتاني للأدب واللغة والثقافة، أنا رئيس هذا المنتدى، ومنظمة غير حكومية عندها تشريع من وزارة الداخلية، وهي تعمل الآن، بدأت تصدر مجلة تسمى منتدى الآداب، وصدر حولية لا صدر تكون شهرية، شهرية ولكن صدر منها العدد الأول، ونحن نطمح أيضا إلى رفض الساحة، وقد لا نكون من أكثر الناس أيضا نجاح في الإعلام، وهذا طبعا لأن البعض طبعا يهتمون بالإعلام. نحن أنا شخصيا أرى بأن الإعلام ينبغي أن يهتم به من قام بعمل، يعني يأتي بجديد، ما يأتي بجديد، ولكن ما يسمى بأن نحاول أن نخلق ظاهرة، وهي لما تولد بعد، لما تتأسس بعد، لما تأخذ مكانها، هذا أعتقد أنه يدخل لا يدخل في تغيير الواقع بقدر ما يدخل فيما يسمى باغتصاب التاريخ واغتصاب الوعي، وهو سيء جدا، لأن القارئ والمشاهد حين يبحث عن هذه الأمور لا يجدها في الواقع بالأسف. ولا يجدها في موجودة. وأنا أحب طبعا أن أمشي بالهوينة، أن أمشي مشا طبيعيا، أن يكون الإعلام على قدر الحدث، نعم، ولا يكون الإعلام أكثر من الحدث، يعني لا يشارك الإعلام بهذه الخديعة، وهي يعني ترويج يعني تسمين نعم. الأشياء التي ما تزال ضامرة، نعم. ما تزال يعني ضعيفة، وهذا فعلا تواضع كبير منك، وكذلك مشاركة في عملية نقد عميقة جدا للواقع ونقد اجتماعي. طيب بهذا نصل إلى عبد الله السيد كشخص وكأستاذ وكناقد وكمشارك ساحة الأدبية. عبد الله السيد، ما هي اهتماماتك الأساسية خارج هذا على مستوى يعني شخصي تقريبا؟ هل تقرأ الشعر؟ هل أنا لا، ما أكتبه من الشعر لا يعجبني، هذا هو طبيعة الأنشر، وأيضا ما أكتبه من الأعمال الإبداعية لا أنشر، أنا لا يعجبني. تكتب لنفسك يعني؟ أكتب أحيانا هناك بعض الأمور، ولكن لم أنشر بعضها، لم أنشر أي منها، يعني مصدور وأحيانا أكتب بعض الخواطر نشرت منها بعض، فرض علي الإعلام أن أنشر منها بعض، ونشرته مرات، كنت أكتبه في بعض المجلات تحت عنوان تداعيات شجية، فكتبت طبعا بعض الخواطر النقدية في هذا المجال، في مجال الثقافة،
ولكني اهتم يأخذ مني التدريس وقتا واهتم بالكتابة التي نسميها الكتابة الأكاديمية وأكتب في هذا المجال وأحاول أن أكتب فيه. الآن طبعا أعمل على كتاب يتناول الثقافة وأرى أن إشكال المجتمع العربي عموما ومنه المجتمع الموريتاني لم يقل إشكال العالم الثالث هو إشكال ثقافي بالدرجة الأولى، لأننا لا نستطيع أن نحدث تنمية في واقع متخلف الثقافة. فالإنسان الذي لا يوجد لديه وعي ثقافي لا يستطيع أن يحافظ على نفسه من الأمراض ومن الأوبئة، ولا يستطيع أن ينظف شوارعه، ولا يستطيع أن يعمل الأكل، لأن يستطيع أن يعمل الأكل الذي يساهم في بنية الثقافة. الإشكال هو إشكال ثقافي بالدرجة الأولى. ينبغي أن نهتم بالثقافة لكي نخلق التنمية. قد يناسبك تناسبك الفلسفة التربوية تقول هو إشكال تربوي. لا، أنا أقول بأنه إشكال ثقافي، ليس إشكال تربوي، هو إشكال ثقافي. ومعظم المؤسسات المانحة الاقتصادية في مجال الاقتصاد أصبحت تولي الثقافة جانبا كبيرا في برامجها، لأنها اقتنعت بأنه بدون الثقافة لا نستطيع أن نبني مجتمعا. فالمجتمع جاهل لا نستطيع أن نبنيه. ولكن الثقافة كلمة فلسفية. الآن كثير من المشاهدين لم يحدد مضمونا معينا محتوى واضحا من كلمة ثقافة، قد تتشتت في ذهنه جوانب ثقافية، ثقافة فنية، ثقافة فولكلورية، ثقافة أكل ولبس إلى غير ذلك. ما تقصد بالثقافة هنا؟ وأنت الثقافة هي تلك القيم، تلك القيم والرموز التي تبقى داخل ذهنية الإنسان وتوجه سلوكه. بدون هذه القيم، بدون أن نطور هذه القيم لا نستطيع أن نطور. ما أشبه هذا بالكفاءة التربوية؟ معناها الاجتماعي. سميها ما شئت، سميها تربية. أنا أقول تلك القيم. نحن لم نحافظ على مجتمعنا وعلى تماسكه إلا بالثقافة. الثقافة هي التي قاومت بالدرجة الأولى المستعمر وهزمته. الثقافة هي أن الاستعمار لما هي في الجزائر على سبيل المثال، الاستعمار بسط نفوذه أكثر من 100 سنة، ولكن الثقافة هي التي قاومته. المغول والتتار لأن الاستعمار في الجزائر هو استعمار ثقافي بالدرجة الأولى، لكن الثقافة هي التي هزمته. نعم، هي التي هزمته، هي التي حافظت ثقافة، هي التي حافظت على بنيته. نعم، المغول والتتار لما غزوا العالم الإسلامي وفعلوا ما فعلوا ببغداد لولا الثقافة في مصر، لولا الثقافة في الوطن، لولا الثقافة، لولا اللغة، لولا الدين لما استعاد الإنسان توازنه. الصليبيون سيطروا على العالم الإسلامي وعلى جزء كبير منه وعلى فلسطين الحالية أكثر من قرنين، ولكنه بالثقافة وبتلك الرموز التي تمانع وترفض الذوبان، هذه السيطرة. نعم، هذا يسميه رناء أبار. رناء أبار يسميه امتلاك الذات من خلال جمع قدرات ذاتية إضافة إلى قدرات يعني تنظيم البيئة إلى غير ذلك، يسميه امتلاك الذات. ولكن لا 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 مشاحة في لا مشاحة في 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 المصطلحات. طيب في في نعم، في دقائق قليلة مثلاً خلينا بالشيخ. بالنسبة لي أنا شخصياً أنا سير وأعتقد بأنني كما قال شخص من هذا المجتمع، يأكل الخبز كما يقال ويمشي في الأسواق. ورأيي لدي آراء في الساحة السياسية وفي الساحة الثقافية وفي الساحة الاجتماعية، ولكن أهم شيء عندي وأهم ما أراه وما ينقص مجتمعي هو أن يكون الإنسان يطمح إلى أن يشعل الشمعة في النفق المظلم لا أن يطفئ الشموع. ولدي ثقة كاملة أننا نستطيع الخروج من واقعنا السيء إلى واقع أحسن بالإرادة، بالعمل، بالجهد. وأن الإنسان، أي إنسان بإرادته وبجهده سيصل إلى ما
يريد وأنه بالخمول لا يستطيع أن يصل إلى شيء. نعم. وينبغي علينا أن نقرأ وأن نتمثل الوصات المعروفة والتي تنسب لجورج ديامل، عش أولا لتكتب ثانيا، زين، عش ثلاثة أشهر لتكتب ثلاثة أيام، واكتب ثلاثة أيام لتملأ ثلاث صفحات. زين. ينبغي ألا نراهن، هي المقاربة الثلاثية. نعم. ينبغي ألا نراهن على الكم. نعم. ينبغي أن نراهن على الكيف. نوع. نعم. على الكيف. نعم. وأن نعرف أن ما يتركه الإنسان وراءه ينبغي أن يكون مقتنعا بأنه ثمرة جهد، وليس خاصة في الثقافة الحالية، ثقافة الأخذ واللصق، ينبغي أن يكون ثمرة جهد وأن لا يكون فقاعة طبعا تؤخذ دون تدبر وتنفجر، أيضا وتنفجر دون طبعا أن نجد هناك الآن أقرأ مئات الدواوين ومئات المقالات، وهي طبعا لا تستحق الورقة التي كتب عليها كتبت نعم. عليه نعم. وهذا طبعا ينبغي أن نتجاوزه، لأن كما يقول طه حسين نستدعي بها النوم. نعم. فقط لأن أيضا التقنية الحديثة لها سلبياتها، لأن التقنية الحديثة أصبحت تحاول أن تنمط خيال الإنسان، لأنك الآن إذا أردت أن تكتب خبرا أنت مطالب بأن ترجع إلى وكالة الخبر، وقديما كنت إذا أردت أن تكتب خبرا تحرر الخبر، وهناك طبعا جهد في تحرير الخبر، الآن يطلب منك الجهد، الخبر موجود على رويترز والله سبريس تأخذه جاهزا، الصورة موجودة على كذا تأخذها جاهزة، قطع وتلقين صعب، وهكذا يكون عملية لصق. هذا طبعا لا يمكن أن يعمل بالفكر، ولا يمكن أن يعمل بالثقافة، ولا يمكن أن يعمل في الأدب. نعم. الأدب جهد ومعاناة، وهذه المعاناة وهذا الجهد ولغة وتجربة. نعم. وتجربة ينبغي أن نحافظ على هذا. أحسنت. وأن ننتج بقدر ذلك. أنت أكدت لي ما كنت أعرفه عنك أنك شخص متواضع ممتلئ ثقافة ووعي، ولكنك لست محبا للأضواء ولا للإعلام، وهذا بدأت به وأكدته من خلال المداخلة كلها، وأنك أيضا طموح لكن بهدوء. في دقيقة أو دقيقتين، ما هو أكبر مشروع يريد عبد الله السيد أن يحققه في القريب؟ أنا أحب في القريب أن أسهم، لا أقول أحقق، الفرد لا يحقق، أن أسهم في مشروع ثقافي يكون له دور في تنمية هذا المجتمع وفي النهوض به. وهذا المشروع الثقافي مع مجموعة من أساتذة الجامعة، ومع مجموعة من الشعراء، ومجموعة من النقاد، نحاول معا كل منا أن يسهم في وضع لبنة فيه، ونعمل بهدوء حسب إمكانياتنا وحسب ظروفنا وحسب ظروف مجتمعنا وإمكانياته. نعم. أرى أن هذا المشروع إذا وجد سيكون له إسهام في تنمية هذا المجتمع. نعم. وفي نهوض. نعم. بسرعة، وقد قلنا في بداية الحلقة أنه 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 مشروعك أنه يبعث أملا، كيف ترى الفضاء الآن في موريتانيا؟ هل هو فعلا فضاء مشجع للإبداع وواعد بأنكم تصلون قريبا، وأن الأمور بخير، وأن الساحة الأدبية والعلمية والحياة العقلية كلها ستكون قريبا على المستوى وفي المطلوب تقريبا؟ أنا لست متشائما. أنك مع العدميين الذين يقولون بأنه لا شيء سيصلح وأن كل شيء. أنا لست متشائما، أرى أن هناك حوافز للإبداع. أولا هناك الحرية، والحرية مهمة. صحيح. يعني لا يكون الإبداع إلا في حبور. نعم. وحرية. نعم. هناك حرية، الإنسان يكتب ما يرى، ما يرى أنه ينبغي أن يكتبه، وينشر ما يرى دون متابعات، وينتقد من يرى نقده دون متابعات ودون مضايقات، وهذا جانب أساسي للإبداع.
أرى أيضا أن ظروف الناس المالية تحسنت أما كانت عليه، وأن فترات سابقة كنا نجتمع فيها، نأتي من مسافات بعيدة على أرجلنا ونجتمع دون أن نستطيع أن نوفر ميزانية شاي. هذه الفترات بدأت ترجع، فأصبح طبعا هناك نستطيع أن نجتمع بجهودنا الخاصة. أصبحت هناك سيارات، أصبحت هناك سيارات وسيولة وكل شيء. الثقافة والعمل في الثقافة هو دائما وعبر التاريخ عمل ليس من أعمال الثراء المادي، وليس من أعمال، هو من أعمال التطوعية، الإصلاح والإصلاح، وليس من أعمال من ليس لديه طموح أن يكون غنيا وأن يكون رجل أعمال كبير ثقافي. أعتقد أن المجال مهم. أيضا وزارة الثقافة، وهذا ما لمسته من السلطات وهنا في البلد خلال تجربة بيت الشعر، لمست التشجيع الكبير من السلطات الموريتانية. الحق يقال، فخامة الرئيس استقبل رئيس دائرة الثقافة حين جاء هنا افتتاح بيت الشعر، واستقبله الوزير الأول في المرة الثانية، واستقبله حين كان المهرجان الرابع تحت الرعاية الثانية لفخامة الرئيس. حضر لنا وزراء، حضرت وسائل، يعني بدأوا يشاركوا يساهموا في التشجيع. بدأ هناك التشجيع، وحين أيضا تقدمنا إلى وزير الثقافة الحالي طبعا بسط لنا وجهه وبسط لنا استعداد الدولة الكامل لدعم أي مشروع ثقافي واعد. نعم، وهذا طبعا أعتقد أنه بالإضافة إلى الأمور التي ذكرتها بأنه يمثل، أعتقد أنه يمثل أمل كبير للنهوض. نعم، بالثقافة. طيب، أمل للنهوض. أنت إذا تؤكد أن المناخ الآن هو مناخ كما هو واعد اقتصاديا ماديا وأيضا واعد ثقافيا، وأن الأمور إن شاء الله بخير في 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 الأفق قريب. شكرا لك جزيلا أستاذي الدكتور عبد الله السيد، أستاذ النقد الأدبي في جامعة نواكشوط ورئيس بيت الشعر نواكشوط. شكرا لك، شكرا جزيلا، وشكرا للمشاهدين الذين سهروا معنا في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.